السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. استيقظت الأسرة السياسية الجزائرية صباح اليوم الجمعة على وقع الإعلان عن وفاة وزير جزائري معروف عن عمر يناهز 67 سنة، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. توفي صباح اليوم الجمعة وزير جزائري معروف عن عمر يناهز 67 سنة بعد معاناته مع المرض، وقد قدم العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا المسؤولين والسياسيين الجزائريين تعازيهم عبر مختلف صفحاتهم الرسمية لعائلة الفقيد. ويتعلق الأمر بالوزير الأسبق للري والنائب البرلماني عن ولاية خنشلة حمام علي رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون.